أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إلهي وحليه جل جلاله، الله إلهي الذي أله وي سخر لكم أدنك إذن سخري بن آدم كي هدياتهين البحر بدي إذن سخري محو بدا إله إذن كوكو سخري لتجري إني سعته الفلك دونت إني سعته أي إله بدا إذن كوكو سخري فيه في البحر بحر غاس بدا دحدة الدوني دو أي كسعته بأمره إله أمر كيسنا أي كسعته دوني داس إلهي سبحانه وتعالى أيضا وحين أقول قيبك من النعم كيسة نعموين كإلهي سبحانه وتعالى بن آدم كأوق علي وحاكم ذا إلهي سبحانه وتعالى بداس إنه إلهي أصخري بن آدم ك وحيالها إلهي سبحانه وتعالى نعم كبدا كجرى قيبك من ذا أي إلهي نوشيقي وحوليه الدومه أياد السققوشي سان ودم فقفق قفكو هدود دون أي صفر إنه قلوه بها سو حفور الدوني بها سو سقر حسو عن ودنكي الدوني أيو كتغا الدوني داس إيا مراكيب تاس إيا ولتبتغو إنا ترهات ستان أيا إلهي بدا إذن كوكو سخيري من فضله إلهي ديرات كيسا إيا فضلي كيسا ترهات ستان فضلي غاو حلو لجيدا وتجارة إيا قنعسي إيا وحي بن آدم كو بدا أو كدوني إنو بدا أو كرهات سده وقنعسي ولعلكم وحد مدنتهين هدي بن آدم كي آتهين نعموين كإلهي أتفهمتان تشكرون إنات شكرسان وإلهي سبحانه وتعالى نعم كيسا دقم هدع لسان. وسخر لكم إلهي هدنا وحويدين سخري ما شيقي أسوى في السماوات السماوات ككل حسوغن سماوات كوحيالها كل حجرة إلهي سبحانه وتعالى وحوق أديقي بنا آدم كمصالح ديسي حدقهاس قرحهاس ضيحهاس ضرورها روبك إلهي سبحانه وتعالى وككين أيه لما أنتود ووحيال إلهي وصخري مصالح ذا بنا آدم ك وما شيقين إلهي وإذين صخري شيقاسو في الأرض أرض ذا دحذي ذا كسوغن جميعا لما أنتيس حال وياهي أرددان قده إذن إلهي سبحانه وتعالى وحيالا بضان مصالح ذا بن آدم كوي كجرته أي إلهي أرددان أغفذ ذيي أو يكمتهاي وبيداس يكمديهين معادنت أي كقرانيان جوهرت أي كلبحايان ذهبك أي كقوضانايان منه إلهي حقي سحال ماغاس أكاة هذي وحيالها أرددان قده إذا كجرة وحيالها عرك الحديث كجر لمانتود ونعم إلهي حقي سنوغي من سبحانه وتعالى. إن في ذلك المذكور نعم كاس لسوشيغي أودن لآيات آيات اللغو عبرقاته ويتسنى يا إلهي أودي سبالارا أيا كسوغا لقوم لأجل قوم قوم درتود أيا آياتها سيؤسوغنا دين قوم كاسو يتفكرون فكرايا dadka maskaxdooda iyo aqligooda adeegsanaaya oo fikiraaya dadkaas aayadahaasi wax u taraan dadkaas nicamka ilaahi subhanahu wa ta'ala uga mahadceliya ilaahi wuxuu yiri subhana qul wa hatiraha nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam lil ladina kuwi waxaad ku tiraaha aamanu ilaahi rusulshiisa rumeeyay yaghfiru hadhaafan sida ku dhig يغفروا لبا شيء ولو جزمين كرا وحلو جزمين كرا جواب الأمر قل تاس إن جواب لوغا ديغو
قل وحد كتراها يغفروا هدافان وحاك لو بنان لام لام طلب محذوف إن لقو جسميو يغفروا ليغفروا ليغفروا هدافان قل وحد كتراها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم للذين كوي وحد كتراها آمنوا إلهي رسوشي سرمييي يغفروا هدافان موقال كذا مركات في رسو جملة وحد مدى جملة خبرية لكن وجملة طلبية معناها وحيكد قنتها بمعنى ليغفروا هاو دافان للذين كوين هاو دافان لا يرجون أن رجينين أن كعب سنينين أيام الله أيام وقائع الله إلهي دعذوين كيس حلق باسك إلهي إيا عرد إلهي أي دعيان مالمهاس عرد إلهي باسك إلهي دعيان كوى أن رجينين أن كعب سنينين كواس هي سجدها فان وحيالها حق وذا كسو وجهها أو أفلق هذا يدبع تذا إيدتك مؤمنين تاه يكوها يان أيضا علماء المفسرين توحيليهن سبب نزول كذا وحيا هيد سيدنا عمر بن الخطاب أيا نين قال وح مغلي سجوا عاية الدين تعاية مركز سيدنا عمر بن الخطاب سيفتي سي ولبحي وحيرين كان قال كواندلي ما دام الدين تعاية أو أفلق الدين أيه مركز إلهي سبحانه وتعالى آيات أشهد جيي آيات مفسرين توحيليهن وقبل أمر المسلمين بجهاد الكفار ومسلمين تأنتان لأمرهن قال إن إلا جهادان وإسكعليان إنتان لأمرهن قل وحد كتراها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم للذين كوي وحد كتراها آمنوا إلهي رسوشي سرميين يغفروا هاو دافان للذين كوي هاو دافان لا يرجون أن رجينين أيام الله أيام وقائع الله إلهي دعذوين كيس حلق باس كيس أي عرديس أي دعيان ما المها استدك أن كعب سنينين اسكعفي واسكداف واسكسي جيستا محايا لقفك سيدي سبا مربح الضوح حقي جنا أيو قضايو ينواوين إيا وحوين أتيك سنا أيو إيا وحوين أباك سنا أيو شخصيات عردو ذا إني فضو ذايان معها محايا لي وحوين وهيك سنة دين تدن إنو فافيوه دين تدن إنو النصرايوه أي وقفك مومن كوهيك سنة مركا وحك وين شخص إن عردي سينو فيريوه أما شخص أو كتا آثره وحيالك هو وين ربا إنو حقيجيوه سلاس أوغد وحوي ووعي قلين ذاتك مؤمنين تدن إلهي وكو وعي قلين آي سبحانه وتعالى آيدا للذين كوي هؤلاء لا يرجون أن رجينين أيام الله أيام وقائع الله إلهي دعذوين كيس مركب باس كيس عردي سي دعيان مالمهاس أن رجينين أن كعب سنين محي قد عفيان ليجزي إنو إلهي أبال مريو درته هؤلاء فان وحن كنت على جنين أجار مجرورك يغفروا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله هؤلاء فان محي قد عفيان ليجزي إلهي إنو أبال مريو درته قوما قوم إنو إلهي أبال مريو بما شيغي سببتي سنة إلهي وكو أبال مريو شيغاسو كانوا أي هنجرين قومكو يكسبونك وكسبله وشقيسته يعني إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تنا وحي كسبلين أو خيره أي إلهي كأبال مرين عفو قوداس عمل كودا صالح أي سمين أيان إلهي كأبال مرين سبحانه وتعالى كون قال ذي مؤمنين تدبايا نبي كسو هرجيستنا صلى الله عليه وسلم أيغنا إلهي كأبال مرين أي سبحانه وتعالى من قفك عمل عمل فلي صالحا عملا صالحا عمل وناكسن قفك عمل فلي فهو عملك صالحا لنفسه نفس العامل شخصك السميعي نفتي سأنبو أنفعي إلهي سبحانه وتعالى آيات دموح كليه قفك وناك سميعي داعا إلهي الله كعبسك كد ذالة إساق أنبا إسكد ذالة إساق أنبا إسكد نيي ومن أساء قفك حماة السميعينا أو عمل حن سميعي داعا إلهي كسي جيستنا فالإساءة عليها إساءة يا حماة السميعي نفسدي سأم بيدبي يعني إلهي سبحانه وتعالى مركو خيرك يضاعا ضدك أمري حماة ذنا إلهي وكنهينا يا سبحانه وتعالى ضدك إلى جيدة إلهي وحنوت المامي إلهي إنو كن نفعي معها محايا لمعاسدنا إلهي وحبك مدفته باعدنا إلهي ما أنفعد سبحانه وتعالى
ثم مركز كبعد قف والبعمل كيس مركو سمايا هدو توسنا يا هدو حماوة إلى ربكم حق الربيين أيا ترجعون الدبل إذن كو علين وإله إذن الحساب تمايا سبحانه وتعالى. ولقد حقيقة آتينا وانسينا بني إسرائيل هير بنو إسرائيل الكتاب كتاب كي توردها أيا سينو يري الله سبحانه وتعالى والحكم حكم نوانسيني بما فيه كتاب كاسوحة كل حجرة إنا إسكو حكمان أو كتاب كأيوه قان سمان نعم كاسان سيني هير بنو إسرائيل والنبوة نبي النمى نوانسيني هير بنو إسرائيل يعني نبي النمى نوانسيني أولا جدد لقلي يحوي هير بنو إسرائيل أنبيادو أيوه أبدنان جرين أنبيادو أيوه رسوشة انت بضن هير بنو إسرائيل لحظة دا إلهي كسو ساري جري سبحانه وتعالى إلى علماء أهل السير كيراهان أكثر من 1000 نبي أي هير بنو إسرائيل كل شيء كل نبي وحكبضا أي إلهي وحكسو ساري سبحانه وتعالى هير بنو إسرائيل. ولذلك ما دام أنبياء الرسوش هير بنو إسرائيل أيوب بدنان جرين مركي النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء جزيرة العرب ودنع عربت وكل شيء النبي عليه الصلاة والسلام ويحسدين رسولك صلى الله عليه وسلم محايا لي وحي أمة لينجرين ما دام أنبياء الرسوش حق وذا أيوب بدنانجرين هدنا النبي عليه الصلاة والسلام دنا عربت وكذا شيء وحي كحس ديان دلشدا النبي عليه الصلاة والسلام دنا عربت وكذا شيء. والنبوة النبي نمنا وانسين هير بنو إسرائيل ورزقناهم هير بنو إسرائيل وحنكو إرزاقني من الضيبات وحيالا ونواناكسنا وانكو إرزاقني أيقو قريهو ذا إسكجوغة أي رزق جود إلهي سبحانه وتعالى سف ضد إلهي وجوكين الجري وأمنه يسلوه يملبك يشمبره هلب كودي أي إلهي جده سوسار الجري سبحانه وتعالى ورزق إسم كل بتونن. وفضلناهم وانفضلنا هير بنو إسرائيل على العالمين أي عالمي زمانهم زمن كي أيجو أي جوجين عالم كي جوجي عالم كاسنا وانكفضلنا هير بنو إسرائيل مدة كلا إلهي سبحانه وتعالى وحول الشيق النعموين كإلهي وكفض إليه هير بنو إسرائيل وآتيناهم وحنكرون سيني هير بنو إسرائيل بينات آيادة عد عدنا وان سيني آيادها سوى من الأمر أي من أمرنا حق أمر كينكا هذه وأشاسا وحي بدل كتهاي إضافة دي من الأمر أي من أمرنا أشاسا بدل كاما عوض كا إضافة دي آيادها سعد عضو من الأمر أي من أمرنا حق أرن كينا حقي سكا هذين وأنقو أن أمرني إن آيادها لقسو دجيوه نبي قاس. فما اختلفوه هير بنو إسرائيل اسكم خلاف حقي أيمد إلا من بعد ما وقت كبعد ما هنه جاءهم أيقا أيمد العلم علمي حق إلهي أيمد سبحانه وتعالى هير بنو إسرائيل حقي أيمد إيه كتابك أيمد وإسكو خلافين ومحي إسكو خلافين بأن آمن بعضهم وكفر بعضهم قاركودنا حقي إن يكو كفريين قاركودنا حقي أي رميين سداسي حقي إسكو خلافين ولب خلافك إلهي وحنوشيك سبحانه وتعالى خلافك أسأي إسكو خلافين حقي أيمد ومن بعد ما جاءهم العلم وعلمك مركو أيمد أقدق يي خلافك علمك خلافك أقدق يي أو خلافك حما تديس تلمام يي مركو أيمد كبعد خلافين علمي قاس أو دحدو دئيس خلافين محاكيني خلاف قاس بغيا لأجل بغي قرد الرؤية ظلم درتيد أي خلافك أكينين قرد الرؤية بينهم هير بنو إسرائيل دحدو دئهاتي محايا لي خلافك حقا لخلافه علاك لي أمبو كي ماذا هو ظلمي ظلمي ويوقفك وظلمنا ينفتيسي حقنا ودونيو إنو كهري ماذا إن ربك أذيق ربك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أيا يقضي كالحكم دونا بينهم بين المختلفين كواس إسخلافي دحدو ذا إله كالحكم دونا يوم القيامة ما لنت قيامه إله كالسار دونا فيما شيء دحديسون إله كالحكم دونا شيء قاسو كانوا يهانجرين فيه شيء دحديس يختلفون إن إسكو خلافا وحيا له إسكو خلاف جرين إلهكو كلا ساري دونه سبحانه وتعالى إلهكو كلا حكم دونه
oo wuxuu ku kala xukumi doonaa kuwii xaqa waafaqana ilaahay inuu janno ka abaalmariyo qoladii xaqa waafaqday, qoladii baadilka raacdana ilaahay naar inuu ku abaalmariyo subxaanahu watacaala. uma markaas ka bacdi iyagoo sidaa heer banu israa'iil isku khilaafay, jacalnaaka adiga waan ku yeelnay nabiyullaahi maxamedo sala allahu calayhi wasalam calaa shariicatin, shareecadan toosan dusheeda inaad ku socoto ayaanu kaa yeelnay. shareecadaasoo min alamri ay min amrina, wati haddaanu soo qaadannay oo kale ashaasa waxay beddel ka tahay idaafadii. shareecadaasoo min alamri ay min amrina, amarkeenna xaggeeda ka ahaatay. fattabic, adigu raac nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam, haa shareecadaas aan kuu soo dhiibnay oo aanu ku amarnay inaad faafiso, shareecadaa ku soco oo raac. walaa tattabic, ha raacin ahwaa alladiina, kuwii waxyaalaha naftoodu ay jeceshahay, waxyaalaha hawadoodu, maxaa yeelay waxay xaq ay jecel yihiin in xaqan laga leexdo, in baadilkooda lagu raaco, in xaqaas laga gaabiyo, waxyaalahaas baadilkaahi jecel yihiin. walaa tattabic, ha raacin ahwaa alladiina, kuwii hawayaalkoodii waxyaalaha naftoodu ay jeceshahay ha raacin. laa yaclamuuna, waxba aan kala ogeyn, kuwa waxba aan kala ogeyn waxa ay jecel yihiin oo in xaqa laga leexdo baadilka dhinaciisa la aada ah, kuwaa hawadiisa ha raacin. maxaa yeelay innahum, kuwaas ahlul ahwaa ah oo mujrimiinta ah, lan yuqnuu, ma difaaci karaan canka xaggaaga, kaama difaaci karaan nabiyullaahi maxamedo sala allahu calayhi wasalam, min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an, waxba kaagama difaaci karaan. oo haddaad hawadooda raacdid, ilaahay xaggiisa subxaanahu watacaala wax kaaga yimid kaama celin karaan. wa ina aldaalimiina, daalimiinta kaa horjeeda nabiyullaahi maxamedo sala allahu calayhi wasalam oo xaqii diidan, bacduhum, qaarkood, awliyaau bacdin, qaarka kale kuwa xidhiiriyow, oo maxay isku xidhiirinayaan baadilkoodii, waxay isku xidhiirinayaan ka hor imaadka laga hor yimid nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam, taasay isu jecel yihiin, taasay isku xidhiiriyaan. laakiin wallaahu ilaahayna waliyu lmuttaqiin, laakiin adigana ilaahay weli ku ahow, maxaa yeelay anta ra'su lmuttaqiin wa afdalu lmuttaqiin, mutaqiinta adigaa ugu fadli badan, marka adigana ilaahay weli ku ah. iyagu hays xidhiiriyaan, iyagu hays xidhiiriyaan, baadilka ha isku jeclaadaan, baadilka ha isku garab siiyaan, laakiin adigana ilaahay weli ku ah. wallaahu ilaahay waliyu lmuttaqiina, kuwa mutaqiinta ah ayuu ilaahay isaguna weli u yahay, isagaa xidhiiriya, isagaa difaaca, isagaa jecel alle subxaanahu watacaala. haadaa qur'aankan basaa'iru, duu basaa'ira, maadaama basaa'ir jamac uu yahay, mubtadihiina mufrad uu yahay, si ay isku waafaqaan waxaanu usoo qadaraynaa mudaaf. haadaa qur'aankani basaa'iru, duu basaa'ira, xujooyin dadka wax tusiya, mid u saaxiiba wey qur'aanka. qur'aankani wuxuu wataa xujooyin xaqii iyo baadilkii ku kala tusaya oo xaqii ku iftiiminaya. haadaa qur'aankani basaa'iru, duu basaa'ira, xujooyin dadka tusa oo xaqa iyo baadilka u kala saara, xujooyinkaas mid u saaxiibow, linnaasi dadkana wax kala tusinaya. wa hudan, hanuunin weeye qur'aankani, wa raxmatun, naxariisu, liqowmin, qoom ayuu naxariis u yahay oo hanuun uu u yahay, qoomkaasoo yuuqinuuna, xaqa yaqiiniya oo yaqiinta raadiya oo ilaahay subxaanahu watacaala jidkiisii toosnaay ku soconaya, dadkaasaa qur'aanku wax tusaa, dadkaasaa qur'aanka ku nafciya. amase xasiba alladiina, kuwii ma waxay u maleeyeen, ijtaraxuu sayi'aati, waxyaalaha xuxun sameeyey, an najcalahum, kuwaas inaanu ka yeelayno, kalladiina, kuwii oo kale inaan ka yeelayno, miyay u maleeyeen, aamanuu, ilaahay rusushiisa rumeeyey, wa camilu saalixaati, acmaasha wanaagsanna camal falay, sawaa'an, xaal ay siman yihiin, maxyaahum, kuwaas noloshoodii, iyo wamamaatuhum, dhimashadoodu ay siman tahay, sidaas miyay u maleeyeen, uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay aayaddan wuxuu inoogu sheegay, wuxuu leeyahay dadka xumaatada samaynaaya iyo kuwa habeen iyo maalin daacada ilaahay u taagan, ma waxay u maleeyeen kuwa xumaatada samaynayaahi inay la mid noqonayaan nolol iyo geeriba kuwa daacada ilaahay u taagan subxaanahu watacaala? maxaa yeelay nolol iyo geeriba
kuma sinna ruux mutaqi ah ee daacada ilaahay u taagan iyo ruux mujrim ah ee ilaahay macaasidiisii u taagan subxaanahu wa tacaala. Noloshana waxaysan ugu sinnayn adoonkan mar walbaba wuxuu raadinaa intuu nool yahay ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala. Siduu daacada ilaahay ugu dadaali lahaa, siduu ilaahay raalli ugu noqon lahaa ayuu u taagan yahay, kanina mar walbaba wuxuu u taagan yahay ilaahay siduu u khilaafi lahaa subxaanahu wa tacaala. Marka xagga noloshooda maadaama aysan ku sinnayn, dhimashadoodana kuma sinno ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala, kanna waxaa sugaya cuquubadii iyo caradii ilaahay. Muuminkan daacada ilaahay u taagnaana ilaahay wuxuu ku abaalmarin jannadiisii. Walidaalika aayaddan, maadaama aayaddu weyn ay tahay, macaani fara badanna xambaarsan, saxaabigii la dhihi jiray Tamiimuddaari habeen dhan uu aayaddan ku dul ooyey. Aayaddan wuxuu ku tukanayay qiyaamuleyl ama tahajudka uu ku tukanayay. Markaasuu aayaddan macnaheeda markuu dhuuxo, macnaheedii uu ku tadaburay oo uu ku fekeray, habeen dhan uu ooyahay ilaa waagu uu ka baryo. Aayaddan uu dul taagnaa maxaa yeelay dadkaas muuminiinta innaga naga horeeyey qur-aanka waxay ka akriyi jireen qalbiga, laakiin inagu waxaanu u badannahay ilaa man raximahullah, qof afka kaliya uu uga siman yahay qur-aanka, ilaa qof ilaahay u naxariistay mooye subxaanahu wa tacaala. Dadkaas aayadda markay akrinayaan qalbigana way ka akrinayaan, ee carabka kaliya ma aha, carabka kaliya ma aha, aayad walba way dul istaagayaan, way ku fekerayaan, way ku tadaburayaan. Aayadda waxyaalaha ahlunaarka iyo sifaatka ahlunaarka sheegaysa ayagaad waxaad moodaa inay gooni u tilmaamayso, siday naftooda u hadminayaan, siday u tawaaducayaan. Waxay leeyihiin aayaddani anayba iga hadli, aayaddan aniga i tilmaami. Am xasiba alladiina, kuwii ma waxay u maleeyeen, ijtaraxu sayi'aati, waxyaalaha foosha xun ee acmaasha foosha xun sameeyey, an najcalahum, inaanu ka yeelayno, kalladiina kuwii oo kale aanu ka yeelayno, aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyey, wa camilu saalixaati, acmaasha wanaagsanna camal falay, sawaan, xaalay isku mid noqonayso, maxyaahum, noloshoodii, iyo mamaatuhum, geeridoodii. Saas may u maleeyaan. Saa'a, waxaa baas lahaaday oo xumaaday, maa yaxkumuuna, xukunkoodii, masdari masdariyaan icraabnay maadaas, ay xukmuhum, saa'a, waxaa baas lahaaday oo xumaaday, maa yaxkumuuna, ay xukmuhum, xukunka ay xukumeen waa xukun baas leh. Maxaa yeelay haddii la yidhaaho qofkii muuminka ahay oo daacada ilaahay u taagnaa iyo kii mujrimka ahay oo macaasida ilaahay u taagnaa waa isku mid noloshooda iyo geeridooda, haddii la yidhaaho yacni nolosha dhanba wax qiimo ah yeelan mayso, wax qiimo ah noloshu yeelan mayso. Noloshani waxay qiimo ku leedahay in ay jirto nolol dambe oo layska abaalmarinayo, taasay qofka noloshiisa xataa qiimo ay ku yeelan kartaa. Maxaa yeelay haddii la yidhaaho kii mujrimka ahaa iyo kii mudiica ahaa waa isku mid, haddii la yidhaaho macnaha waxay ka dhalan, maxaaba loo nool yahay marka? Kan mudiicaana muxuu daacada ilaahay ugu taagnaa? Kan mujrimka ahoo dadka dulminaya naftiisiina dulminayana xaggee laga heli meel lagu abaalmariyo haddaysan aakhira jirin? Wa khalaqa allaahu, ilaahay wuu abuuray subxaanahu wa tacaala, as-samaawaati wal arda, samaawaatkii iyo ardadii ayaa ilaahay abuuray, bilxaqi, xaq ayuu ilaahay ku abuuray subxaanahu wa tacaala, iyo walitujza, walitujza waxaanu ku cadfaynaa ficil maxduuf ah oo maxay tahay, liyadulla makhluuqaas aanu soo sheegnay inuu tusiyo, calaa qudratillaah, ilaahay awooddiisa inuu tusiyo ayaa ilaahay samaawaadka iyo ardada u abuuray, iyo walitujza in la abaalmariyo, kullu nafsin, naf kasta bimaa shay laga abaalmariyo, shaygaasoo kasabad naftu ay kasbatay, walxaal la abaalmariyo, hum dadkiina, laa yudlamuuna, aan la dulminayno, qofku wax uusan samaynin oo dembi ah aan dusha laga saaraynin. Marka damiirkan wa hum waxaa jamac loogu celiyey cumuumaa lasoo sheegay oo kullu nafsin, cumuumka kullu nafsin waxay ka dhigan tahay bimacna aljamci, maadaama bimacna aljamci kullu nafsin uu ka dhigan yahay ayaa damiirkii waxaa loogu celiyey calaa wajhi aljamciya. ilaahay wuxuu yidhi subxaana, afara'ayta, ma aragtay, bal ka waran, waa istifaamu tacjiib, istifaamu tacjiib wey, bal la yaab qofkan sha'nigiisa. Afara'ayta, ma aragtay oo ka waran, man, ruux, bal ka waran, ruuxaasoo ittakhada, ka samaystay, ilaahahu, ilaahiisii uu caabudayay oo uu ka amar qaadanayay, hawaahu, hawadiisii ka samaystay, wixii naftiisu ay jeceshahay ayuu ka amar qaataa oo ilaah ka dhigtay. bimacnaa jacala hawaahu bimanzilati illah,
إلهي منزل ذي سي وحود لغي هو ذي سي أيضو كأمر قاتا أيضو وحكنا هيسا هو ذو إله كبك توقفك مركا لليه ولا جيدد معها إنو هو ذي يري إله إيتها يوانك عابدي لكن فعلك أو سمينا أيو أيو حكدغن يهي أو أمو غدا إنو هو ذي إله كبك توقفك محايا لغفك وحن نفتيس أي جعشهي أما قلبك سكسور دعا أما شهواتك سو أي جعلادان هدو اسكتح راعو وحي كدغن تاي إساقو هو ذي يري إله إيتها يوكال أفرأيت بالكورا أولياب من روح روحاس اتخذ كسمستي إلهه إلهي سي هواه هودي سي كدفتي روحو عابودي كامر قادنايو مرول بابا أعرونايو جعليهي وهودي سي وأضله الله إلهين أولمي سبحانه وتعالى روحاس على علم علم دشي سحال إلهي أكسوغن يهي أي قفك إلهي اللميو أو إلهي محوق يهي بأنه لا يهتدي هدي هنون كستلة تصائنو سن هنونين أيو إلهي أكسوية إلهي سبحانه وتعالى قرد روح ملومية قفك إلهي مركو اللومين أيو علم جيس قديم كا يا علم جيس سابقا أيو إلهي قفك وحكو أغادي إنو سن هنون قادنين وحكستا أولا تصو وحكستا أولا تصو إنو سن كو هنونين ولذلك هودا خطر إلى ذا هودا قفك الراعو أصل كل معصية وأصل كل بلية واتباع الهوى بدك وح كلام ما هي بل يكستاء مصيبة كستاء معصية كستاء وح أساس واتباع الهوى قفك وح أوجع ليه هدو سمايا ويراه قفك سود الهوى دي سوي تراه أو اسك سود له قفك قفك شيء يعني وح حد وديراه اسك حدو قفك في لقادة وح كشيء ويراه وح كشيء يعني هوى دي سوي وح كدك تي إله وعابده ولذلك إله سبحانه وتعالى وحليه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب قفك هودي سراعا إلهي وحكوت المامي أي أوكالين ولمدي واتبع هواه فمثله كمثل الكلب هودي سراعي هدو هودي سراعي تساليه سوحو لمدي حيوانات كأخص الحيوانات حيوانات كمتك أقد اللسان كاسو لمدي محايا الحيوانات كأوحالقوق يهي وحوال بيجعليهين وشهوات كودا إلا إسكا سمعيان حيوانات وحوية وحيك أمر قاتان مر والبابا النفوس تودا هي شهوات كود ولذلك قفك هدو الشهوات يسكر راعو ويعني كلاب هي خنازير توكلوا لمدية سيد إله النوت الماما سبحانه وتعالى من شاعر هدى كهروح ويري نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت لقد لقيت هوانا يعني وحو ليه نون الهوان الهوان وذلي ماذا لو هوان كاس نونك كجرة الهوان نونك كجرة من الهوى مسروقة وحلق سو حدي يري هوى هو ذا أصل كذا بوحيه الهوان ذلي لأنها لا تقودك إلا إلى المذلة محايا لذلي إيه هوان ما هنا مالك لكوكو مهنون نيس مالك لنكوكو هقا من ميس مركو يري نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا هذا هو هذا الرعدو يري أغاو أدوغن الدلي يد عكت ساختي أغاو دلي يد عكت ساختي أغاو أفرأيت بالكورا من روح روح أسو اتخذ كسما يستي إلهه إلهي سي هواه هودي سي كرفتي وأضله الله إلهي روح أسو اللمي على علم علم حال إلهي وكسوغن يهي بأنه لا يهتدي علم جيس قديم كا إلهي وكوغا دي قفكا سينو سنهنونين وختم إلهي وآضي على سمعه روحاس هودي سراعي مغل كيسي إلهي وضبالي وحقب وسنقلين وقلبه قلب جيس إلهي وآضي يعلم هذا الطريق وحق اللغو فهم وحوه حق إن دقاه مركوار اللغو قادو قلبي جنا يودا دعان لماذا بإله كأوذي سبحانه وتعالى وجعل إلهي ويالي على بصره أرقيسي حقه كأرك لهانا غشاوة دبول يمقد إلهي وكساري سبحانه وتعالى وصائلك يدرق حقه كفهم لها قد أهام بإله كدبولي سبحانه وتعالى حقه حلو فهما عندها قلبك بقها سد حداسة حقه لو فهما وصائلك أما الدرق أما ودوينك قفك حقه أصمره سد حداسه إلهي وحوله سبحانه فمن يهديه فمن قف كيبا يهديه شخص ياسه وديس الراعي
يا هنونين يا من بعد الله من بعد إضلال الله إلهي مركو اللوميك بعدي يا هنونين كرا أفلا تذكرون ورموانا قادنا إسان ميا وإسكمجر إسان ميا هو ذا الراعي تانكي مركا آيادا عجائبت إلى ذا يحاكم ذا وحي نوت المامي قفك هو ذا هدو الراعو نتائج كحرحون كدلنا يا هو ذا الراعي ديدا نتائج كحرحون وكدلنا يا وحي تهي مركا أغضا بيس إلهي سبحانه وتعالى إنو قلبك إلهي سبحانه وتعالى وكأوضو oo dhigaha ilaahi uu ka oodo oo indhihi ilaahi uu ka oodo oo uu ku dhinto suul khaatima wal iyaad billah wax xaqba isan saameeyneen itibaacul hawa nataayijka ka dhalanaya taasa ugu xun ilaahi naga badbaadiyo subhanahu wa ta'ala walidalika qof walba waxa muhiim la ah inuu mujaahadada ugu weyn uu ku qaado hawadiisa naftiisa waxa ugu cadaawad badan oo shaydaan xataa ka daran waa nafta iyo hawada nafta iyo hawada xataa shaydaan kaaga daran marka qof waliba jihadka ugu weyn ha ku qaado nafsadiisa iyo hawadiisa mar walba qofku waa inuu control joogta ah iyo muraaqaba joogta ah uu ku hayo waxa hawadu ay jeceshahay maxay maxaad jeceshahay maxaad ka raali tahay maxaad si ka carootaa maxay le nabiga naxariis salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa yu'minu ahadukum hatta yakuna hawaahu tabaan lima ji'tu bih qofka iimaankiisu ma kaamil noqonayo iimaan si toosan laga heli maayo xataa yakuuna hawaahu tabcan lima jiitu bih ilaa waxa uu jecel yahay oo naftiisu ay ka jeceshahay ay ka noqoto wixii anigu aan la imid uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka qofku waa inuu mujaahado mar walbaba isku hayo ilaa marka ugu dambeeya maxabadiisa dhan ay ka noqoto wixii nabigu uu la yimid salallahu calayhi wasalaam wa qaaluu waxay yidhaaheen kuwii mujrimiinta ahaa ما هي نلشان ما أهانن إلا حياتنا نلشان ما أهانن نلشان سوء الدنيا اللي دناشها بضن نموت وادمانينا ونحيا ونولانينا وحكا لنا مجران وحي إنكريان نلشان يبعثك قيامها إلهي سبحانه وتعالى ذاتك وصوصا ريو تاسي إنكريان وحيليهن نلشان هدى أن نولنهي إيا قيريدة كدن بيسا بس وما يهلكنا أنقنا النهلاق ما يو الندل ما يو إلا الدهر وقتك ما هني وطبيعة أن الدليس قف والبطبيعة يسي مركي لما عمري في ماشا وكلها وكلما ما يستو أيو اسكد منا وقتك أنا قفك الدلة ووحي إنكرا يان إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي أودي سوحنا كدلو وحنا إلهي أكسر نوليه إلهي وحير سبحانه وما اللهم كواس مجرمين تا أمسقنان بذلك قول كاس أي كهد لين من علم أي علم وحي علمي أمسقنان إنهم ما هم أيقوا ما أهانين إلا يظنون كوا وحملين يموية ملو يباد الأم بيكو سعودان موية حقائق كما هاد الليان حجنا كما سعودان وإذا وقتك تطلع عليهم كوا سدا أو هاد الليا دشو ذا هدين لغو أخري آياتنا آياده أني بينات حال إينا آيادها سكوا إسكعد عد ما كان حجتهم حجدوا ذو ما أهانين إلا أن قالوا أي قولهم اسم كان ومستر كاس قولهم خبر كنا ومتك صهر مري حجتهم وإذا وقت تطلع عليهم مجرمين تسدى أوهد لي القد الأخرية آياتنا آياته أنها دي القد الأخرية بينات حال إيهن آياتها سكوا إسكعد عد ما كان حجتهم حجدوا ذا ما أهان إلا أن قالوا أي قولهم هذا الكود صوص على ما هان أويراهان ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ورك ليكو هذا الآن ما هيا ساس إليهم بسون ائتوا لك علي بآبائنا آبياشاني هراء قيريودي لك علي إن كنتم هداتين صادقين كوكرن شاقيو إلهي نوحسون نولينا يبعث أوجره هدي أرن كاسر رنيهي أو وياشاني آبياشاني هراء قرنتي بل صون نولينا نتوسا إيقون نول ساس أمبي حجاك دكتور قول واحد كتراها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكاء جوابه الله إلهي يحييكم أذنك إذن نولي ثم مركز كبعد يميتكم إلهي إساقا إذن دلة ثم مركو إلهي إذن دلو كبعد يجمعكم إلهي إساقا إذن سوك المية إلى يوم القيامة إلى ما لنت قيامة حق إذن إلهي إذن سوك المية لا ريب وحشكينا فيه يوم القيامة لحديث ما أهان ضميركم حنعلن يوم القيامة أما فيه في ذلك الجمع كل من تاس قيامها لحديث إلهي إذن كل من أيوه وحشكيه كمجرا ولكن أكثر الناس لكن دتك انتو ذبضا
لا يعلمون ما أوجا إن إلهي سبحانه وتعالى بعثي قاس وأود إليهاي ولله إلهي وحاسقنا هذه ملك السماوات السماوات كملك جودي هي والأرض أرضا ملك جودي ويوم ما لن تقوم الساعة ساعد قيامته أي استاجيسه يومئذ ما لن تاس يخسر المبطلون كوي بادل كسمين جري وبادل ككو هذا الجري ما لن تاس خسارة ما لن تاس برارو جيان حل برارو وسن وحلو تريدون إلهي وحده سبحانه وترى واد أركتا كل أمة أمة كستواد أركتا جاثية حال إيتاي مدجل به ذا كفردسة بمعنى جاثية على ركبها أمدو والبجل به ذا كفردسة يعني وحوي سيد الله تواضعي سيد إلهي اللوغه بيسنا سبحانه وتعالى ذاتك نويف فردية كل أمة أمة كستنا تدعى وحا اللوغو يرى أمة كستا إلى كتابها كتاب كذا اللوغو يرى ummad walba shakhsi walba kitaabkiisa lagu yaraa waxa la leeyahay kitaabkaaga aqriso isaga maanta xisaab kuugu filan kitaabki laga qorayay adduunyada inta aad joogtay bal kitaabka aqriya la leeyahay al yawma maanta ayaa tujzauna laydinka abaal mariya ma shay laydinka abaal mariya shaygaas oo kuntum adahan jirteen taamaluuna inaad samaysaan oo amal fashaan qof walba nafuu walba waxay sameyn jirtay maanta laga abaal marine maanta qof walba kitaabkeeda ugu filan marqaati ee qof waliba kitaabkeeda ha fiiriso ilaahi ilaa subhanahu wa ta'ala ilaahi wuxuu leeyahay subhana hadha kani kitaabuna kitaabkeenni waa kitaabkii la idinka qoray kan waa diiwaankii la idinka diiwaan geliyay yandiqu kitaabkaasa hadlaya oo dhawaaqaya alaykum dushina ku dhawaaqaya bil haqqi haquna ku dhawaaqayo qofu ka been sheegay iyo qofu dulminayo malaha مركز إليه المال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كتاب كان محوية وحير يوحوين با أن كتقن اغرى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابك آخر رسالة إليه سقى حساب ما أنت كغفلا إذ كلمك حساب ميسو هذا كتاب كان ليدن كقري كتابنا كتاب كأنه يندق كتابك سقى هذا ليبا عليكم دشين أيوكو هذا ليبا بالحق قول حقه كهذل إنا نقول كنا وحنا هنجرني نستنسخ إن قرنه أن ديوان قلنه ما شيئا قري جرني شيء قاسه كنتم هذا هنجرتين تعملون إن العمل فشان هذا كواد اسكه المانتين لكن نقول ديوان قلن جرني وحول بصمين يسين الله إليه سبحانه مركي قيامه الله صوب عثيه قلوا البأبا الكودو إله النوشيه سبحانه وتعالى فأما الذين كوي آمنوا إله رسوشي سرميه وعملوا الصالحات أعماشا ونأكسن عمل فلي فيدخلهم كواس ربهم ربي قود ووقليا في رحمته نحريستي سأو جندا أي إلهي دحقليا سبحانه وتعالى ذلك الإدخال قلن تاس إلهي نحريستي سأو دحقلنا أيو هو الفوز الليبان الليبان تاسو المبين وإسكعت والليبان وي نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها أهل كذا إلهي نقدر سبحانه وتعالى وأما الذين كوي كفروا قالوا بي فيقال لهم أيقوا حالقليه أفلم تكن آياتي آياته قميسنا هين ميا تطلع آياتها إن لقوا أغريو عليكم دشينا الذين كدوا الأغريو وفستكبرتم آد إسكبرسين وآياته إن أتكو سعتان وآياته آد لغيستان وأتكو عمل فشان آد إسكبرسين آياتنا وحينا تسنى قف والباء قرآن كدغيستا إن قرآنك وحلق ويدين أيو قرآنك وحجك النقان أيو الدعوين أيو هدوسا قرآنك كعمل فلن أو قرآنك أوسا تحراع محايا لكوان قال هذا إلهي وحكول أيها سبحانه وتعالى أفلم تكن آياتي تطلع عليكم مرك آخرين تقفك آياتها إلهي لقد الآخرين أيو معاند آياتها إلهي الله فصير أيو مال والبوحة أزيادة يحجع عصب مال والبوحة حجع عصبه محايا لي هذلك إلهي سبحانه وتعالى ما لنتا قيامها انت قرآنك لقد الأقريي اي قرآنك أسوقاري إلهي وحكرا هذلي أفلم تكن آياتي تتلى عليكم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكتاب شرفتين يا إلهي سبحانه وتعالى رده سوحان كقاري لهين أردن إلهي ونقول لما يشتري سبحانه وتعالى وكنتم حالهان جرتين قوما قوما ذهان جرتين قوم كاسو مجرمين
وإذا وقتي قيل اللي يراه إن وعد الله إلهي بلنقاتك حق حق بلنقاتك إلهي قيامها إلهي سبحانه وتعالى وبلنقاتك مؤمنين تجنة إلهي وبلنقاتك كافرين تي مجرمين تنا إلهي النار وبلنقاتك وحق مركي اللي يراه والساعة ساعدين الله ريب وحشكا فيها ساعدة سبحدي لكم سوغنا مركي اللي يراه قلتم سو ما أذنان به جرين ما ندري أنه مؤغن ما الساعة ساعد وحيتها ساعد للشيغي سو ما هين دادك سدا وجيس جيسي جري قيامها ساعدة أبال مرنت إلهي دادك سدا وجيس جيسي جري سو ما هين إن نظن ما نظن أنه ممالين إن سو ما أذنان به جرين إلا ظنا ملما هني وحدا ملائهم بين ويهن مويه أنه وحد شيغيسان أو دن ما أنا يقين سنين وما نحن أنه ما أنا نهين بمستيقنين هو يقين سن وحل شيغا يساعد يا بالمرنت يا بعثك يا بلنقاتك إلهي وحاسودا أنه ما أنا هبن يقينا أنه ما أهين ملايين نغو أهيد سو هذا الكام أذنان كهد لجرين وبدى اللهم إلهي وحيري سبحانه وبدى اللهم كوا مجرمين توحى أظاهري ووعدادي سيئات ما شيء وحياله سيح حما أي وعدادي شيء قاسوا عاملوا أي هراء السمايين وحياله أي سمايين حما تديسي لكل من نارتي إلهي عذاب كيسي عرديسي أي لكل من وحاق بهم أيقنا وحاكو الدقي ما شيء أيكو الدقي شيء قاسوا كانوا أي هانجرين به شيء قاس يستهزئون إني كجاس جاسا وحي أي كجاس جاس جرين أي فضودي سنجرين أي حقيقة كنغضي وعذابك إلهي سبحانه وتعالى وقيل وحال ويراها أيقنا اليوم ما أنتي أيان ننساكم أدينكنا جهنم أدينك قتقينا نسيان كهدي إلهي اللون نسبيه وحلو لجدا بمعنى التركي وقيل وحال ويرا كوا مجرمين تاء اليوم ما أنتي ننساكم وحن إذن كقتقينا في جهنم جهنم قده هذا إذن كقتقينا كما سيدي نسيتم أدينكم بعضها المانتين لقاء يومكم مالنتي نن هذا أو كنة لكلن كذا بعضها المانتين والجزاء من جنس العمل أدينكم مالنتي وما أدنان ديار قروبين مالنتن واد هالمانتين مسكحدين نبكم جرين إن ليدن سون نولين دونو ليدن لحساب تمد دونو إلهي ويدن أبال مرين دونو سبحانه وتعالى أذين كان الجهنم سلاس ليدن كغتقو ومأواكم مكان الضمن كيننا ماشا ولقين أتكو جريسان النار النار وما لكم أذين كان إذن مسقنان من ناصرين كوا إذن هيلية وإلهي عذاب كيس إذن كغهيلية ذلكم عذاب كي الناس إذن قبصدي بسبب أنكم أذنكوا حسببها اتخذتم إن سميستين آيات الله إله آياته سي هزوا وحي الله جاس جاسه وحي الله جاس جاسه آياته إلهي حقي أتكرقتين.